السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي مؤسسة النظام الطاقي. أهلا بكم معنا على اليوتيوب، حلقة جديدة من حلقات المؤسسة. هنعمل فيها فكرة جلسة بسيطة جدا، مدتها دقيقتين أو أقل كمان، هتنفذها مساء قبل نومك وهتنفذها في الصباح. أي حلم، أي أمنية، أي دعوة أنت بتدعو بيها ليك فترة، أي هدف في عقلك بتفكر فيه دايما، هيصبح واقع بفضل رب العالمين. مش هقول لك جرب، احنا مش بنجرب مع الله، احنا واثقين ومتأكدين، وكل اللي نفذ قبل كده شاف النتائج، واللي هينفذ جلسة التجلي دي اللي مدتها دقيقتين اتنين، يعني حاجة بسيطة جدا جدا جدا، هتنفذها مرة في المساء ومرة في الصباح، كأنها توكيد يومي انت بتتعايش بيه، وشوف فضل الله عليك بيزيد يوم بعد يوم قد ايه، وشوف امنياتك واحلامك وكل اللي بتفكر فيه بيتحقق وبيصبح واقع ازاي. طيب الجلسة هي موجودة في نفس الفيديو ده، يعني هتلاقيها اشتغلت. انا هوضح لك بس هتعمل ايه. كل المطلوب منك انك انت قبل النوم تسترخي تماما بالتنفس. طبعا انت اكيد متابعنا واكيد عارف بنعمل ده ازاي. بعد ما بتسترخي تماما تبدأ تشغلها، بتكون عارف ان هي مثلا بدايتها الدقيقة كذا، تشغلها ويكون في سماعات اذن، يعني انت بس اللي سامع بتركيز، وتبدا تردد بقلبك الدقيقتين دول التجلي اللي انت هتسمعه دلوقتي. في الصباح هتعمل نفس الامر. عايز انت تمهد اكتر وتشرب ميه وتعمل وتلبس ملابس مريحه وهكذا، ده برضو اوكي، ما فيش في اي مشكله في وقت فراغك، لكن دي جلسه تجلي سريعه تقدر تنفذها مهما كان وضعك ومهما كانت حالتك. قبل نومك مباشره تنفذ باسترخاء، وفي الصباح تنفذ باسترخاء، وادخل على نفس الحلقة دي واكتب اللي حصل معاك، واكتب كانت فايدتها او ايه اللي غيرته في حياتك، وايه اللي انت شفته من اول ما التزمت هذا الورد اليومي. اعتبره وردك، اعتبره عهدك لحين وصولك او لحين معرفتك الصراط المستقيم. إذا كنت استفدت من الحلقة دي من التوكيد والجلسة دي، بعد ما تخلص ابعتها لغيرك بنية المشاركة. وكمان بالنسبة للناس اللي بتسأل الانتساب، الانتساب فقرات، يعني مش فقرة واحدة، مش قائمة واحدة، تقدر تضغط على الانتساب اللي جانب كلمة النظام الطاقي، هتلاقي فيها برامج الانتساب، تقدر تختار البرنامج المناسب ليك. طبعا اول برنامج ده مش محسوب لان ده الدعم والولاء وهكذا، لكن تاني برنامج وتالت برنامج هما دول اللي فيهم الجلسات الخاصه، اللي عايز الجلسات الخاصه اللي تتنشر في فقرات الانتساب. كمان الكورسات والجلسات والى اخره، تقدر على الرقم اللي ظهر امامك عبر واتساب تقدر تتواصل معانا من خلاله. بسم الله ونبدا الجلسه مباشره. اللهم انت ربي، استغفرك من جميع ذنوبي والجأ اليك، أطلب عفوك ومغفرتك، أستغفرك وأتوب إليك من كل حرام نطقته وسمعته ونظرت إليه أو سعيت إليه. أستغفرك وأتوب إليك من كل الذنوب ومن تأجيل البر ومن ظلمي لنفسي وللناس. اشرح لي صدري بفضلك ورحمتك، واهدني وأكرمني وانصرني واحميني، واشهدك وأشهد خلقك إني أحبك وإني واثق في مغفرتك وكرمك. حقق لي أمنياتي واقضي لي حاجاتي، واغفر لي ما فعلته، اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. لك الحمد حتى ترضى عني وعن عبادك أجمعين، ولك الشكر الدائم في السماوات والأرض وفي الكون اللامحدود. صل وسلم على جميع أنبيائك. حقق لي أمنياتي فهي كبيرة علي، وأنت يا عظيم تقول وهو علي هين. أنت المجيب القريب، أنت الإله العظيم، أنت ليس كمثلك شيء، يا أول يا آخر، يا رحمن يا رحيم، يا بديع يا حميد، يا رازق يا ناصر، يا فتاح يا ملك الملوك، يا ذو الجلال والإكرام، يا كريم يا الله يا الله يا الله. عجل بتحقيق أمنياتي وقضاء حاجاتي، واسعد قلبي وقلب من نشر ذكرك، وناداك بقلبه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
ترجمة